تعبئة النادي الأهلي بتبان لما يكون مثلا في ماتش، فبيبقى بيتعرض في التي في كافيهات في قهاوي مثلا او واتيفر. فهي اصلا اسكندريه صغيره والعربيات كتير، فمجرد بيبقى في ماتش بتلاقي الطريق مقفول، الكافيهات زحمه على بعضها، الاماكن بتتقفل من كتر الزحمه. بيكون في ماتش، بيكون في حاجه، النادي عامه هنا بيتملي، المكان اللي احنا فيه الكلوب هاوس بيكون على اخره سواء تحت سواء فوق، فطبعا الشط الارضي اللي في النص وفوق، فكلها بتبقى النادي مليان، اي مكان في النادي بيكون مليان. ده ما بالك في اطار النادي بس، ما بالك بقى بره النادي في الكافيهات في القهاوي. شعبيه النادي الاهلي هنا في اسكندريه انا شايفها نمره واحد، وبانت جدا بعد يوم 27 نوفمبر طبعا بعد ما الاهلي كسب ابطال افريقيا 2020. البلد كلها كانت اهلي، يعني اسكندريه كلها كانت اهلي. النادي الاهلي هنا شعبيه يعني جامده جدا، ساعه اي ماتش طبعا بيبقى كل الكافيهات طبعا تقريبا معظمها كلها تبقى مليانه، منتوشه مهمه كلها طبعا، يعني تلاقي جماهير تحت اي ماتش الاهلي بيكسبه منتوشه مهمه، زي مثلا الماتش الاخير بتاع افريقيا. محافظه اسكندريه تعتبر شعبيه النادي الاهلي فيها من اكتر محافظات اعتقد، يعني ان فيها شعبيه لما الاهلي بيلعب طبعا المحافظه بتتقلب بلونها كلها احمر. انا ابا عن جدا اهلاوي طبعا، احب الاهلي جدا، وكابتن محمود الخطيب طبعا ايقونه الكوره، انا يعني بلعب كوره من زمان، وكابتن محمود الخطيب ايقونه بالنسبه لي في كره القدم. يعني الدنيا كلها بتتقلب، يعني اسكندريه كلها بتقلب احمر، اسكندريه كلها بتبقى اهلاويه لما الاهلي بيجي يلعب هنا. طبعا حاجه تانية خالص، اليوم بيتغير خالص لما يكون في ماتش الاهلي هنا، سواء في برج العرب استاد اسكندريه اي حاجه، اسكندريه كلها بتتقلب. بس ده دليل على ان الاهلي اكبر شعبيه في اسكندريه كلها. نقول 80% من الاسكندرانيه اهلاويه طبعا، والباقي بقى بين الاتحاد والسموحه والاسماعيلي والحاجات دي. شخصيا انا زملكاوي، بس حقيقي بجد والله مش عشان حاجه، الاهلي فعلا هنا ليه شعبيه كبيره جدا. لو صادف حضراتكم صورتوا في يوم ماتش مثلا بيتذاع هنا او حاجه الاهلي، هنا المكان كومبليت تماما اهلاوي، فاحنا بناخد جنب كده. شعبيته كبيره جدا طبعا، كفايه وسط اصحابي. يعني انا مش بتفرج على كوره كتير، بس يعني اصدقائي كلهم النادي الاهلي، او اي حاجه بتلعب ضد اي حد تاني غير النادي الاهلي. شعبيه النادي الاهلي يعني مش محتاجه الكلام عليها، هي في كل حته في مصر. نادي الاهلي بيلعب، يعني القهوه كلها متزحمه، الناس كلها قاعده تتفرج، بتبقى معروفه، يعني الواحد قاعد في البيت وبيسمع الجون من هو نايم على السرير.